إذا كان علي كفارة إطعام 60 مسكين، فهل لي أن أعطيها بأسرة مكونة من 3 أشخاص وهم فقراء؟ وهل لي أن أنيب والدي عني ليشتري الذرة ويعطيهم إياها؟ جزاكم الله خيرا. أما الإنابة في التكفير فلا بأس بها، لك أن تنيب من يخرج عنك الكفارة. أما العدد المذكور في الآية فلا بد من التقيد به، لا بد أن تطعم 60 مسكينا، ولا يكفي أن تعطيها ل3 أو 10 أو 20، فلو أعطيتها ل3 بقي عليك 57 لا بد من تكميلهم، ولو أعطيتها ل20 بقي عليك 40 لا بد من تكميلهم، وهكذا. فلا بد من التقيد بالعدد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، إطعام 60 مسكينا. جزاكم الله خيرا. لو أعطاهم على أن يكون هذا الإطعام ل20 مرة مثلا لا يكفي، يعني يكرر مثلا، لو كررها لمسكين أو عدة مساكين ما يكفي، لازم العدد المحدد. جزاكم الله خيرا.